على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على الحياة فهم في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. مرحبا بكم سيدة مستمعين اللي التحقتوا بنا في الاستماع البند اف ام 93 انتم في الاستماع لي سانتي 5.0. المواعيد جدد معكم من توا حتى النص نهار كيف العاده في نفس التوقيت من الاثنين للجمعه، مختلف المسائل اللي تهم الصحه نتاعكم، كل سواء صحتكم الجسديه والا الصحه العقليه والصحه بمفهومها الشامل، في مختلف الاخبار اللي تنجم تهمكم ومختلف المعلومات. الصداقه كالصحه لا تعرف قيمتها الا اذا خسرتها. تشارلز كاليب كولتون. تود سويت مشي معكم للسومير. سومير. في السومير لليوم أنا ما نحكي كيف العادة على جدري القردة، كيف العادة أهم المواضيع مش نبدأ لكم بمنظمة أنا يقظ اللي تدعو للتعامل بجدية مع ظاهرة الإدمان على ألعاب الرهان. سينو مش نحكي لكم على صيني يتسبب في فرض الحجر الصحي على 5000 شخص، ونمشي بكم زادة لمنظمة الصحة العالمية في حديثها على جدري القردة اللي تقول لك مئات الحالات من جدري القردة تنجم تكون غير مكتشفة، ولكن في نفس الوقت قد كانت طمأنت منظمة الصحة العالمية. جهة وين نمشي بكم الولاية سيدي بوزين، وين تم نقل 15 تلميذ يشتبه في إصابتهم بتسمم في المستشفى، وولاية نابلي قف 5 أشخاص في قضية إجهاض قاصر. هذه باش تكون مختلف في المواضيع اللي باش نتناولها اليوم. سينو في ساعتنا الثانية باش يكون حاضر معنا دكتور هيثم البلايش طبيب أسنان عام. اليوم باش نحاولوا نحكي لكم على مشاكل الأسنان عند الصغيرات نتاعكم. إذا كان عندكم سؤال تحبوا تطرحوه على دكتور يكون موجود معنا انطلاقا من 11 متاع الصباح على 70 035 120، والا 77 288 289، وتخليوا التساؤلات نتاعكم. واللي ما نجمش يتصل بينا ينجم يخلي كومونتير على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياة فهم، وحنا نجاوبوه ونجاوبوا الاسئله نتاعكم اللي تطرحوها على الدكتور في موضوعنا مشاكل الاسنان عند الصغيرات نتاعكم. احنا مواصلين معكم مشوار في سونتي 5.0، نحاولوا ننسوكم بالموسيقى ونرجع معكم بمختلف الاخبار الصحية. مرحبا بنوفل الشرطاني في الاخراج التقني الحصة، سينو محمد سيف بولعريس اللي مأمن لكم الديجيتال، تلقاونس الهمامي في تنسيق مكالمتكم الهاتفية، مريم منصوري كوتي ميكرو تقولكم ما تبدلوش معكم المشوار في سونتي 5.0. سونتي 5.0. كيف العادة بدايتنا تكون آخر الأخبار اللي تهم الصحة أمتعكم الناس الكل، بداية بالصحة العالمية وحديثها على أزمة كورونا لتتفاقم في كوريا الشمالية، وين عربت منظمة الصحة العالمية عن الأسف أمتعها لعدم تمكنها من الوصول إلى بيانات حول انتشار فيروس كوفيد 19 في كوريا الشمالية، أما افترضت أن الأزمة تتفاقم بخلاف تقارير بيونغ يونغ اللي يفيد بتحسن الوضع العام. وقالت كوريا الشمالية اللي كانت أعلنت عن تسجيل أولى الإصابات بكوفيد في نهار 12 ماي الأسبوع الفرد، وكنا تحدثنا احنا في الموضوع هذايا، كانت أعلنت على السيطرة متاحة على الوباء، زاد أفادت وسائل الإعلام الحكومية بانخفاض عدد الإصابات. لكن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رين شكك في المعلومات هذيك، وقال للصحفيين نعتقد أن الوضع يزداد سوءا ومازال ما تحسنش، مقر بأن كوريا الشمالية المنغلقة على نفس ما قدمتش سوى معلومات محدودة جدا لمنظمة الصحة العالمية، وأضافت أنه في الوقت الحالي ما همش في وضع يسمح لهم بإجراء تقييم مناسب لخطورة الوضع على الأرض، مشيرة لأنه من الصعب جدا تقديم تحليل مناسب للعالم عندما لا يتمكنوا من الوصول
للبيانات اللازمة اللي كما قالوا هما كوريا الشمالية قاعدة منغلقة على ذاتها. من جانبها قالت المسؤولة في المنظمة عن مكافحة كوفيد 19 ماريا فان كيرخوف أن البلاد سجلت حوالي 3.7 ملايين إصابة مشتبه بها، رغم أن الحصيلة الرسمية تشير فقط إلى حالات حمى. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية أن عدد الإصابات بكوفيد 19 انخفض مع تسجيل ما يزيد قليلا عن 100,000 إصابة في الإطار هذا، وهما قالوا إصابة بحمى جديدة عن في غضون 24 ساعة، وبانخفاض من 390,000 إصابة يومية سجلتها البلاد في وقت سابق في شهر ماي. وكوريا الشمالية اللي ما عندهاش واحد من أسوأ اللي عندها واحد من أسوأ الأنظمة الصحية في العالم على حسب تصريح منظمة الصحة العالمية، ما تحصنش سكان هالبالغ عددهم حوالي 25 مليون بعد ما كانت رفضت اللقاحات اللي قدمتها منظمة الصحة العالمية. هناك كانت حكيت على الأزمة متاع الكورونا في كوريا الشمالية بطبيعة الحال اللي هم مقروش بالأزمة هذه. سينو مواصلين معكم في أخبار، نمشي معكم ونقعد مع منظمة الصحة العالمية اللي حكيت على مئات الحالات من جدر القردة اللي تنجم تكون غير مكتشفة مالوغوزمو. وين أصدر رئيس منظمة الصحة العالمية للتأهل للأوبئة والجوائح والوقاية منها سيلفي برياد خلال مؤتمر صحفي تحذير بشأن جدري القرود، كانت حذرت من كونه ينجم يكون فما مئات حالات الإصابة بجدري القردة اللي كانت شخصت الشهر الماضي في جميع أنحاء أوروبا واللي كان محور حديثنا تقريبا في كل حصة من سانتي 5.0، أمريكا الشمالية والجنوبية، الإمارات وأستراليا مجرد غيظ من فيض. واقترحت برياد أنه يمكن أن يكون هناك العديد من الحالات اللي ما زالت اكتشفتش في مختلف المجتمعات وين لما تظهرش أعراض الجدري القرود على الفور. هذه اللي كانت أقرت به منظمة الصحة العالمية. نحكي لكم احنا برشا على الأعراض متاع بداية المرض، هي شبيهة بالإنفلونزا كما الحمى كما ألم العضلات تضخم الغدد اللمفاوية قبل ما يظهر طفح جلدي يشبه جدري الماء على الوجه والجسم، وفي حين ما فماش علاج معروف للفيروس هذية فإنه يتراجع عادة في غضون أسبوعين إلى 4 أسابيع. وعلى الرغم من قولها أنهم يعلموا أنه بش يكون عندهم المزيد من الحالات في الأيام المقبلة، إلا أن برياد ما تشجعش الناس على الذعر وأسرت اللي أنه المرض هذا لازم ما لازمش يقلق الصحة العامة أخاطر ما هوش كوفيد وما هوش غيره من الأمراض اللي تنتشر بسرعة. هذيك علاش كانوا قالوا في الحالة الثانية نجم تكون فما حالات غير مكتشفة، لكن ما الشيء ذي ما يدعوش للذعر. نكمل معكم في أخبارنا ونحكي على صيني يتسبب في فرض الحجر الصحي على 5,000 شخص. كيفاش؟ وقت أعلن مسؤولين صينيون أن مواطن في العاصمة بكين تسبب في فرض الحجر الصحي على أكثر من 5,000 شخص بعدما خرق العزل المنزلي الإلزامي، الأمر اللي خلاه يخضع لتحقيق جنائي من قبل السلطات. وحسب صحيفة The Guardian البريطانية فإن السلطات في الصين اضطرت لفرض الحجر الصحي على أكثر من 5,000 شخص بسبب خرق رجل للعزل الإلزامي. وكان أوضح المسؤول أن الرجل هو في أوائل الأربعينات من العمر متاعه، كان طلبت منه السلطات أنه يلتزم بالعزل في المنزل بعد دخوله مركز تسوق اعتبر منطقة خطيرة، هذا كان في يوم 23 مايو الفارط. أما هو تعمد الخروج من المكان متاعه في عديد المناسبات قبل ما تثبت إصابته هو وزوجته بعد 5 أيام بالفيروس وفق ما نشرته موقع عربي بوست. ونتيجة لذلك كانت أمرت السلطات 258 شخص يعيشوا في البناية اللي يقطن فيها الشخص هذا كونهم يمشيوا المركز الحجر الصحي الحكومي، وأكثر من 5,000 آخرين يعيشوا في هذا الحي السكني بالتزام المنازل متاعهم. هنا نشوفوا معناها قمة الاستهتار، هو خرج دونك فرض الحجر الصحي الشامل تقريبا على 5,000 شخص. نمشيوا بيكم ونحكيوا على صحتكم النفسية منها الجسدية. منظمة أنايقظ تدعو التعامل بجدية مع ظاهرة الإدمان على ألعاب الرهان. يقول غايلش دخل هذا في الصحة متاعنا، نوضح لكم شدت منظمة أنايقظ في بيان لها أمس على ضرورة تدخل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في علاقة بشركات الرهان الرياضي الخاصة واللي قامت في السابق بمد الجامعة التونسية لكرة القدم بهوية المتراهنين دون إذن قضائي، الأمر اللي خلاهم المعطيات الشخصية للمواطنين تكون على ملك الجميع وفق التقدير متاعهم، معرضة للخطر متاع الاستغلال والكشف دون حماية وفي غياب كل لآلية الرقابة وتنظيما لقاعدة البيانات. والقطاع هذه بصفة عامة
كانت ذكرت في الإطار هذا منظمة الصحة العالمية صنفت الإدمان على ألعاب الرهان على كونه مرض يهدد صحة الأشخاص اللي يقدموا على مثل هالممارسات، داعي المسؤولين على الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة إلى التعامل بأكثر جدية مع الظاهرة المتفشية في المجتمعات نتاعنا واتخاذ الإجراءات الحقيقية اللي تكون ذات جدوى باش على ذر الرماد في العيون وفق نص البيان. هذه هو على تأثيراتها الصحية والنفسية على الأشخاص والإدمان، نعرفوا المخاطر نتاعو الكبيرة اللي تنجم تأثر على الصحة نتاعنا. هيك حاولنا نعملوا بكم دورة في مختلف الأخبار اليوم من كوفيد 19 لجدري القردة، ومشينا بكم لصحتكم النفسية، وكانت هذه كوادنف. كوادنف سانتي. نزلنا مواصلين معكم المشوار حتى نص النهار، ذكركم ساعتنا الثانية. دكتور هيثم البلايش طبيب أسنان عام، هو وظيفنا مش نحكيكم على مشاكل الأسنان عند صغيرات متاعكم، تليفوناتكم على 70-035-120 وإلا 77-88-89. سينو بعد بشوية ولاية سيدي بوزيد نقل 15 تلميذ يشتبه في إصابتهم بتسمم إلى المستشفى. أهم الأخبار المتداولة فيما يخص الصحة متاعكم وخاصة القضايا والمسائل الصحية اللي تنجم تهمكم الناس كل تسويت في زوم سانتي. زوم سانتي. نزوم سانتي باش نمشي بكم لولاية سيدي بوزيد وين تم نقل 15 تلميذ يشتبه في الإصابة نتاعهم بتسمم إلى المستشفى. الواقعة ترجع لنقل 15 تلميذ من المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشبي بسيدي بوزيد للمستشفى اللي اشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي وفق ما أكدوا محمود سليماني مدير النهوض بالصحة الإدارية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد. كان تم نقل التلاميذ إلى المستشفى بعد ما كانوا حسوا بآلام على مستوى الرأس والبطن وارتفاع في الحرارة. كانوا خضعوا للفحوصات والتحاليل اللازمة باش يتم تحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الإصابة متاعهم. وقال سليماني أن الحالة الصحية متاعهم تعتبر مستقرة وأن عدد من هؤلاء التلاميذ بدأوا في مغادرة المستشفى فيما تلقى البقية العلاج اللازم مرشح الاشتباه في تعرضهم إلى حالة تسمم في انتظار اللي باش تثبتوا التحقيقات في الإطار هذية وشنو اللي صار لتلذات هذوما تكون متابعين بأكثر تفاصيل. سينو من ولاية سيدي بوزيد نمشي بكم لولاية نابل وين تم إيقاف 5 أشخاص في قضية إجهاض قاصر. قال واحد برمضان المندوب الجهوي لحماية الطفولة بنابل أنه تقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بنابل على خلفية ورود إشعار حول إجهاض قاصر سنها دون 16 عام بأحدى المصحات الخاصة بولاية نابل. كان قال مصدر أمني وقضائي أنه وكيل الجمهورية أذن بإيقاف 5 أشخاص على ذمة الأبحاث في الإطار هذا، هما مدير المصحة الخاصة والطبيب اللي قام بعملية الإجهاض والمبنج ووالدة الطفلة المتضرة والشخص المعتدي على الطفلة متسبب في الحمل متاعها. حسب محضر البحث الأولي فإنه المعتدي ما هوش قاصر وكان يمثل الموقوفين في قضية الحال اللي كنا أذكرناه لكم. اليوم الخميس 2 جوان 2022 تنشوفوا المفرغات بتاع الحاكم التحقيق وشنو القرارات اللي اتخذها، ونذكركم اللي باش تكون قدام انظار حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل. وكان اوضح برمضان انه تعهد بصفته مندوب حماية الطفولة بالجهة بتوفير الرعاية النفسية اللازمة للطفلة المتضرة والاشقاء متاحة في الاطار هذي، وتنتابعوا شنو الحكم اللي باش يصدر اليوم في المحكمة الابتدائية بنابل من قبل قاضي التحقيق. وكانت هذه زوم سانتي. زوم سانتي. نرجع معكم بعد بشوية في مختلف الدراسات العلمية فيما يخص الصحة متاعكم، نشوفوا شنو الدراسة اللي باش نحكي لكم عليها بعد بشوية. سينو تليفوناتكم على 70-035-120-77-288-289. دكتور هيثم البلايش طبيب أسنان عام هو ضيفنا في موضوعنا لليوم مشاكل الأسنان عند الأطفال. ما زلنا مواصلين معكم المشوار كيف العادة في مختلف الفقرات وآخر الأرقام تتسويت في أجندة سنتية. أجندة سنتية.
عامل خطير يفاقم أعراض كورونا، والحكومة مطالبة بالتحرك في الإطراذين. من المعروف طبيا أنه تلوث الهواء نجم يفاقم اضطرابات الصحة ويرفع فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات ومشاكل التنفس، فيما نبهت دراسة حديثة إلى أنه التلوث يزيد زادا من خطورة الأعراض النجمة على الإصابة بفيروس كورونا. وقت اللي كشفت دراسة كانت نشرت في صحيفة جمعية الطب الكندية أن الأشخاص اللي يعيشوا في مناطق أكثر تلوث يزيد احتمال المعاناة متاعهم من أعراض أشد وقت الإصابة بفيروس كوفيد 19. ودرس الباحثين بيانات على 151 ألف شخص ممن أصيبوا بكورونا في إقليم أونتاريو شرق وسط كندا، ثم قاسوا نسب التلوث في المناطق هذه اللي لقاو أقاموا فيها خلال السنوات الخمس اللي سبقت الوباء. وأظهرت النتائج أنه الأشخاص اللي عاشوا في المناطق الأكثر تلوث هما اللي أصيبوا بكورونا كانوا عرضة أكثر لدخول المستشفى، بما في ذلك وحدة العناية المركزة، إضافة إلى ارتفاع احتمال الوفاة من جراء المرض هذا. كانت أوردت الدراسة أنه الناس اللي سكنوا في مناطق يكثر فيها ما يعرف بالمواد الجسيمية اللي تكون صغيرة وتنفذ إلى الرئة ودورة الدم، لوحظ لديهم خطر مرتفع لدخول المستشفى وأقسام العناية المركزة. أما المواد هذه ما هيش العامل الوحيد اللي فاقم المخاطر، فما عناصر أخرى زادت نجم تفاعل الغازات والجزيئات، فيما ينبه خبراء الصحة إلى تأثيرها على عمل القلب وجهاز التنفس. في الإطار هذا يوضح الباحثين أن تلوث الهواء فاقم أعراض كوفيد في كندا، رغم كون البلاد من بين الأفضل في العالم في من حيث جودة الهواء. كانت هذه أجندة سنتية. أجندة سنتية. مازلنا مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0 بعد بشوية. دكتور هيثم البلايش طبيب أسنان عام هو ضيفنا في موضوعنا لليوم، مشاكل الأسنان عند الأطفال. تليفوناتكم على 70-035-120 وإلا 77-288-289، تنجموا تطرحوا تساؤلاتكم فيما يخص الموضوع هذا. مرحبا بكم الناس كل في سانتي 5.0. سماع مواصلين في سانتي 5.0 تو دو سويت. نمشي معكم الألو دكتور. ألو دكتور. في ألو دكتور كالعادة يكونوا حاضرين معنا أهل الاختصاص. اليوم حاضر معنا دكتور هيثم البلايش طبيب أسنان عام، مرحبا بك على موجة راديو الهاتف. مشكور دكتور على تلبيه الدعوة. اليوم اخترنا دكتور موضوع مهم برشا، خاصة الهجس متاع الأولياء هو صحة الأسنان عند الصغيرات متاعنا. اليوم مش نحاولوا برشا مفاهيم خاصة نصحوهم حاجات دي معنا دي بخيجوجي على السنين متاع الصغير، خاصة خلي سنين صغير تطلع معناها السنين بعد ما يبدل ذوما الكل مش نحكيو فيهم. اما هي الدكتور قبل هذه الكل، الاسنان هي عضو مهم في جسم الانسان ونعرفوها، نحكيو دي مع الجماليه نتاع السنين، هي الكونتاكت الاولانيه مع العباد اللي قاعدين نقابلو فيهم. صغيراتنا مهمه صحه الاسنان نتاعهم، خلينا نحكيو شنو هي الاسنان نتاع الصغيرات مش متكونه من وقتاش، واحنا نعرفو نبداو الهجس نتاع الام من العام. تقول لك وين السنه نتاع الصغير الاولاني؟ بالحاجه بالحاجه معناها اي الصغير يبدا يطلع في سنيه من اللي عمره 6 شهور تبدا ديك الاسنان اللبنيه اللي باش تتبدل من بعد كل 3 شهور ابري، وهذا راه ديما نقول ابري اون جينيرال، مش معناها ما طلعش 6 شهور معناها نموت ولا لا، عادي على الاخر نستنى شويه، هي معدل خاطر هذيك باهي. اون توي بور تو عندنا 20 سنه لبنيه يبداو يطلعوا في 6 شهور يوفيو في العام ونص 3 سنين انت والعبد متفاهمين؟ متفاهمين. من اللي تطلع السنه الاولى عند الصغير وقتها تبدا لهو بالسنيه باهي، هذه الحاجة اللي أولياء الكل لازم تعرفها، راهو غسيل السنين يبدا من أول سنة تطلع عند الصغير. أما كيفاش؟ شوف بوسادون يجي واحد مازال ما نجمش يحل فمه دخل بوسادون تاع كبار فوالا، وتقول لك أنا حتى معناها الغب نتاع الصغير ديليكا كيفاش باش نبروسيلو سنيه صحيح. فما كي يبدا يطلع في سنيه ديجا فما المساج نتاع الجونسيف اللي يعاون الصغير ينقص له الانفلاماسيون الوجيعة اللي عنده، نعرفوا الاول سنة كيفاش تطلع ديما صغير يبدا متقلق دونك فما مساج جانجيفال معناها نعملوا نمسدوا الغب باهي. كي تطلع اول سنة باش نعملوا حاجة معناها عصفورين بحجرة كيما نقول، ناخذوا كومبريس نبلوا بشوية ماء ننظفوا كالسنين اللي طلعوا، هما في العادة يطلعوا زوز لوطانين بيزنسيف سنتخال لوطانين ننظفوا ونعدي عليهم الكومبريس هذيك ونكملوا نعملوا مساج نتاعنا باش السنين اللي باش تطلع من بعد تطلع مريقلة من غير أقل قلق كيما نقولوا، هذايا بين 6 شهور والعام باهي. بعد العام تو فما دي بروسادون صغار تاع صغار نلقاهم في الفارماسي باهي نمشيو ناخذوه، وهذوك باش يغسلوا بهم سنين صغارنا بعد العام معناها من العام من العام البروسادون اوبليغاتوار بالنسبه للصغار من العام لثلاث سنين
البروس دون هذايا بطبيعه لي بارون يعني الاولياء هما اللي باش يقوموا بالعمليه نتاع تنظيف الاسنان تاع صغار اقل اضعف الايمان معناها مره في النهار في الليل تكون بعد ما تصير نتاعنا بدا ماكلو شرب وكل شيء اخر حاجه اللي تاب قبل النوم دونك دو بريفيرونس بروسي سني مش هو الويل يعني الويل فما بروس دون سبيسيال كونسو معناها للصغيرات ديتيني موجه للصغار صحيت مجهول معناها نتاع العمر هذاك طبعا نظف بها معناها سنين صغير توا من 3 سنين 3 ل 6 سنين الصغير ينجم توا نعملوا عليه مش السني وحده اما كيفاش نقولوا شي براس لسنيك تقصح باي انا نقص السنيه هو معايا خاطر الصغير يتبع الولدين نتاعو كيفاش طريقه التصرف تبدا قاعده تقولوا برا امشي تو يقول لك اي نمشي بعد امشي يلا والا مش تكون البروساج بطريقه صحيحه نتاع السنين نتاعو تولي هذيك هي فرصه منه زاد الوالد ولا الوالده يتقرب للصغير ومنه فرصه باش يربيه على نظافه الاسنان ممكن كنا بدوا على برشا مشاكل من بعض وصلنا لست سنين تو في لي زيتاب اللي قبل الكل حكيت عليهم ديما البروسا دون تكون ادابتي للصغير وديما الدونتفريس تكون ادابتي للصغير البروسا دون دونتفريس علاش على خاطر عندنا في لي دونتفريس نتاعنا حاجه اسمها الفلويور اذا كان يتعطى للصغير معناها في بدوزة اكثر من اللازم قبل عمر 6 سنين عندنا ريسك تاع مرض اسمه فلويوروس شنو هذا المرض هذا يخلي سنين تطلع متلونه اكثر من اللازم ديجا عندنا موجود برشا في تونس تشوفه معناها كي يلبس البنيه تلون غير عادي وتبدا في اليابل هذه تاثيرات نتاع الدونتفريس اذا كان تستعملوا في بالنسبه للوالدين ديما ردوا بالكم على الدونتفريس اللي باش تشريه خذوا حاجه ادابتي لصغيراتكم العمر صغيرات ادابتي لصغيرات وهذا كان عنده بيان سور في دار يحاول يبعدها مع الصغير نتاعو باش هكاك يتفادى ريسك نتاع كامل خلينا نقول معلومه معناها يخلي لعبتها تنفع شويه ركزوا كي باش نشريو دونتفريس ركزوا سيتو للصغار على نسبه الفلور لازمها ما تفوتش تلقى 500 بي بي ام ما تفوتش 500 بي بي ام هذه البي بي ام هي معناها اليونيتي اللي نحسبوا بها قبل عمر 6 سنين بعد عمر 6 سنين بين 6 و 10 سنين ما تفوتش 1450 اللي هي هذه معناها في موجودين اللي حتى في بالك بركه فوالا بي بي دونك هذه معناها متفاهمين حاشين معناها نيسيسير بالنسبه للصغير في العمر هذا البروس دون اللي لازمها تكون اديكوات للعمر نتاع الصغير كيف كيف الدونتيفريس اللي يكون خالي من ماده الفلور بالنسبه خاصه صحيح. من عام 3 ل 6 سنين خلينا نقولوا كي كذا فوالا باش نرجع لكلامي سامحني الفو بريسيزي حاجات نسيت ما اي با بريسيزي اللي بين في العام بالعمار معناها قبل 3 سنين قبل 3 سنين نغسلوا حتى ميكانيكمون كهوا ما يقلقش حتى من غير بروس دون اما غير دونتيفريس ما يقلقش فهمت بعد 3 سنين وليو لازم اوكي فالي بار اوبليغاسيون بي هذوما حاجات وضحناهم دكتور ونعرفوا احنا قلنا وضحناهم الاسنان ما تخافش تطلع السنين ومن اول سنه تكون معناها الحاجه المهمه اللي تبدا تنظف له معناها الوالدين نتاعو ينظفوا له كيك سوا ام ولا بو ولا العبد اللي لهي بيه في الاطار هذايا بعد احنا جينيرالمون دكتور هنية ابارتيغ من 3 سنين تكون كملت السنين نتاع الصغير نتاعنا اللحظه اللي هو كمل سي بون الصغير ولا يفهم دارج وليك برشا الحلويات شوكولاتة الحلوى كل حاجه تنجم تقلق الصغير فهم برشا ناس يتهاونوا بالغسيل نتاع سنين صغيراتهم وقتها هنية نبداو دكتور نحكيو على مشاكل السنين عند الصغيرات نتاعنا واللي جينيرالمون ابارتيغ من 3 حتى اقل شويه تنجم تظهر الاعراض هذه نتاع معناها نتاع المشاكل نتاع السنين من بين اولى المشاكل اللي نجموا يحكيو لك عليها الاولياء يقول لك انا صغيري عنده صوص هذيك الحاجه اللي نجم هو اول حاجه يلاحظها ممكن في السنين نتاع صغيره هنايا تسوس الاسنان عند الصغيرات يقول لك صغير في العمر هذيك شنو اللي يخليه السنين نتاعو تسوس سورتو اذا كان حتى بدينا نحكيوا على لي بونبون على الشوكولا اللي بديك فيها ماهيش مده كبيره اللي بديك في لي بونبون ولا الشوكولا علاش التاثيرات في ساعه ظهرت احنا تقول احنا كبار في العمر ساعتها وكان ياكلوا كل ما تظهرش علينا السوس شنو الاسباب هنيه وعلاش تسوس الاسنان معناها يبدا يظهر في عمر الصغير هي فرصه باش نتذكر برشا حاجات مع بعضهم في الوقت الصغير ما هو الا انسان كما الكبير مشاكل السوس كيما معناها الاسباب نتاعها كيما عند صغير كيما عند الكبير لا لا هي مواقف تاع ايجين بيكو دونتير دونك باش نحكي على معناها شتكي شنو اللي يخلي ايجين باهيه عند العباد الكل من الصغير للكبير وانت نفهموا من بعض برشا حاجات دونك ايجين بيكو دونتير قائمه على الغسيل اي قائمه على الماكله نتاعنا تنظيمها معناها ماذا بينا دي غوبا
يكونوا كاملين واسباسي ما غير ما غير الكلينيك ما غير ما غير ماكله بينات لي روبا وين فما فرصه نحبذوا نشربوا ماء على الجازوز وعلى غيره وعلى غيره لي بوسون سكري معناها المشروبات السكر في السكريات وحاجه اخرى مهمه زيد الفيزيت انويل عند دونتيست اللي تقينا من برشا مشاكل بالنسبه للصغار احنا حاجات تتفقم اكثر عليه على خاطر عند الصغار سهل باش تسكتوا خف طبع حلي باش تسكتوا خف طبع شوكولات هيا يعمل هذايا تنعطي كذايا مش مشكله ذاك هو اما لازم كل شيء محسوب كل شيء عنده بقى هو اخصائي التغذيه تحكي لنا خير مني اما كله تبع بعض كله تبع بعضه اذا كان الماكله سبب بطبيعه باش تكون سنين متاثر فهمت ديجا فما نوع من السيستم كغيد بيبون فوالا هذه مش نحكيو عليها دكتور سندروم هو يتلموا معناها العوامل نتاع المونجليجين الكل ما فهمش غسل سنين كما يلزم البيبرون ديما في الفم هو ما يقلقش اما كي تبدا ما فهمش غسل سنين كما يلزم وقتها فما القلق تبقى 10 سنين عند الصغار حتى اقل من 3 سنين سامحني حتى اقل من 30 عمرهم راهو يبداو وديجا السوس يبدا انستالي ديجا معناها انستالي هنا يا دكتور ينجم يكون ظاهر والا تنجم تكون سوسه كاموفلي ما تنجمش تلاحظها لم معناها بالعين المجرده اما باغ كونتر طبيب بيان سور طبيب الاسنان هو اكسبيريمونتي في الحاجات هذوما دونك هنا ممكن السؤال باش يولي يطرح نفسه دكتور هنا قال لك انا صغيري ما نعمر انا مش لازمني نمشي نتفقد له السنين نتاعو باش هكاك ما نوصلوش تتفق هو اغزر احنا كي نوصل عند الكبار بركه ديجا نعطي فيزيت انويل به معناها صغير مانيش حد نحكي في مجتمعنا معناها نحكي في الثقافه نتاعنا الثقافه نتاعنا الفتى اللي نلقاها عند الكبار سي ديجا با مال ان شاء الله معناها يجي اللي كل ست منها الحكايه هذيا بالنسبه للصغير ما فماش فيزيت تكون فماش كونسلتاسيون تكون خايب حتى لو كان هو لابس عليه ما فماش تمشي تعمل كونسلتاسيون تستبق بها الاحداث ما فماش كان سوس عند الصغار فما حاجات اخرين فما اللي تاع فونكسيون كان اللي يعرف يصبوا اكثر من اللازم باهي نص الابهام نتاعو لا والا سوسيت دكتور هذيك فما حاجه تسمى دي بارا فونكسيون يسميوها شو معنى دي بارا فونكسيون يعني ديزابيتود خايبين شويه نجم ياثروا على سني على بلاصه السنين يعني ما فماش كان مشاكل نتاع معني احنا معني مش نقول مش نقول تسوس الاسنان لا قدر الله تنجم فما زيد فقدان الاسنان عند صغيرات نحكي فيه الموضوع خاصه صغير يطيح في عمر معين وبعد تقعد برشا سنين نتاعو ما تطلعش نحكي كيف على الفراغات بين السنين اسكو يقلقوا ولا ما يقلقوش برشا حاجات ممكن زيد السنين اللي تطلع ما هيش بيان ليني هنا ديما تساؤلات دكتور تطرح احنا بدينا بالسوسه خلينا نكملوا مع السوسه اللي قلنا عليها وقلنا احنا اللي في الكونج ظاهره دونك احنا نحكيوا على تمشي للطبيب حتى باش تتفقد حتى صغيرك ما عنده حتى شيء هنا ما نعمر دكتور خلينا معناها نقول تطلع سنين ما قلقت انا قلت فماش كونسلتاسيون ما فماش كونسلتاسيون الضرب الصغير دونك بالعكس باش تكون كان حاجه باهيه وقت اللي طلعوا السنينات نتاعو على الاقل نقولوا لا ماجوريتي خلينا نقولوا احنا معناها والا طلعوا الكل دكتور السنين نتاعو سي بون دونك براتيكمون من عامين ونص خلينا نقولوا معناها دو بريفيرونس يمشي يعمل زياره هكاك تشيك اب حتى باش يتفقد روحه وعنده صغير ومشكله والا لا خاطر فما مشاكل كبيره برشا تنجم تاثر بعد على الصغيرات نتاعنا كنا حكينا عليها احنا في الاوف هوني زاد الدكتور حكيت انت على كيفيه التعامل فما شكون اللي يحط صبعه في فمه فما شكون اللي كيما قلت لك كاينه السوسيت هذيك معناها نحكيوا عليها اللي صغير يبات بالبيبرون اللي تقول لك هي علاش هنايا الاولياء ماهمش حتى ما عندهمش الوعي والثقافه الكامله نتاع يقول لك البيبرون ينجم ياثر على صغيري من ناحيه السوسه هي تقول لك انا مانيش نعطي فيه في الشوكولا مانيش نعطي فيه في الحلوى مانيش نعطي فيه في الحاجات هذوك مي باغ كونتر صغيري طلع عنده سوسه بعد هنايا نقول المثبت دكتور اللي هي من البيبرون parmi المثبت اللي صغير يبات بالبيبرون ما ومش يخصم في ماشي خصيت سنين كما يلزم مع بعض معناها لازمهم يكونوا مع بعض فهمت هو دكتور ما احنا نعرفوا افراز اللعاب معناها فسر لي انت الفينومين هذا اللي في الليل يصير هذيك علاش ديما السوسه تصير الاكثريه تتركز في الليل افراز اللعاب نحن اللعاب هو يحمي الفم هو سوس شنو خلينا نرجع السوس شنو السوس السوس هي جراثيم تشدك السكريات هذيك تحولها لاسيد داكور الاسيد هذاك ينقب السم واضح الساليف اللعاب نتاعنا عنده بوفوار طونطون شنو باش يعمل ينقص من الاسيديتي نتاع الفم على طول النهار عندنا ديبي معين نتاع افراز نتاع اللعاب في الليل ينقص دونك اذا كان ناكلو هذا راه بالنسبه للصغار بالنسبه للكبار اذا كان ناكلو من غير ما نقصو شنو باش يصير كالسكريات اللي قاعده بين السنين وكذا شنو باش يصير
مع الموت نتاع السليف الجراثيم تسرح اكثر لسيد الموجود باش يكون فعال اكثر باش يحفل اكثر السنين. هذيك هي الفينومين معناها الفينومين ككل. دونك هذه فسرناها حكيت السوسه هذيك علاش حتى قلنا احنا علي لازم تتزام تاخذ يخفي البيبرون ميم طون يخفي السنين اللي براتيكمون لي لكن ماشي بدا يخفي البيبرون واللي هو نعرف احنا الحليب غني بالسكريات دونك اوتوماتيكمون مش تولي معناها تتكون السوسه فيك في الليل تيرا معناها ماهوش فافورابل حتى معناها اللعاب نتاعنا باش يحاول ينقص شويه من الجراثيم. هنا يا دكتور حكينا على البيبرون اللي قلنا معناها هي دو بريفيرونس تنحيلو البيبرون في الليل معناها او بير دي كات حاول لو ماكسيموم تنحيلو باش ما تخليهاش ارضيه مهيئه. سينو شنو تنجم تعمل اخر دكتور؟ قلنا حكينا على غسيل على الغسيل لازم قبل النوم كيف كيف. هل انا هنا يا دكتور تنجم سوسه تتكون من غير هالعوامل هذوما معناها من غير اللي هو يخفي بيبرون في سكريات ماهوش يخفي سكريات سوسه ديما تتكون راح نقصوا معناها تنجم تكون معناها اي باش نقول لك اللي نعملوه الكل باش نقصوا من الحظوظ نتاع ظهور السوسه هذا مش معناها مش باش تصير سوسه نقصوا من الحظوظ نتاعها الجراثيم دي موجوده في الفم ودي ما تخدم على روحها مش كيما العبيد ساعات بدي رقدي فهمت. دونك اللي نعملوه الكل نحن نحاولوا نحيوا نقص من المشاكل هذيا كل واحد وجهد واحد يبدا له برشا تظهر له سوسه في 10 سنين واحد مش له برشا دونك ديما معناها لازم معناها فما امكانيه كبيره للظهور نتاع السوسه اما كل واحد والتريتمون نتاعها كيفاش يكون كل واحد كيفاش كان اللي جاي كل تراه كيفاش كل عبد وعنده فلور معينه جالسين معينه نتاعو هو مش العبد الكل كيف كيف فهمت اللي نعملوه الكل باش نقصوا الحظوظ نتاع ظهور مشاكل في سنين صغار. فوالا خلينا ندخل احنا ديريكتومون دكتور في صلب بالموضوع والاسئله ديما الشائعه اللي نلقاوها عند الناس الكل. حكينا على الاسنان اللبنيه اللي معظم الاولياء وذيك سبب عدم الزياره نتاعهم للطبيب الاسنان تقول لك الاسنان اللبنيه ماهيش مهمه سنين الحليب خلينا نقول تقول لك راهي ماهيش مهمه مصيرها باش تتبدل طاكي بدل السنين نتاعو تكون السنين صحي. هوني المعلومه هذه دكتور صحيحه والا لا؟ هي غلطة على الاخر خاطر اخر بين كما في الدنيا اي مشكله تسكت عليها تنجم تنجم مش مشكله تصلح وحدها معناها واحد بطال لازم خدمه لازم يخدم باش ياكل ما فهميش ياخذ بطال باش يموت بهسوس كي خليه نسكت عليه شنو باش يصير؟ ما قلنا هي جراثيم تسيفي اسيد تدخل اكثر في السنه توصل للعروق نتاع السنه تولي تسبب مضاعفات شنو المضاعفات؟ كالي زابسي ولا سيلوليت تلقى نفاخ عند الصغير. اي. الحاجة الأولى مش كل الأولى اللي هذاك نجم يضر الجرم معناها البر الجرم نتاع السنة اللي باش تطلع اللي باش تقعد حياتنا كل. باهي هذيك الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الكونتاكت اللي عنده مع طبيب الأسنان باش يكون مختلف مش كيما كونتاكت ما عندوش مشكل كبير يبدا يجي نجمه معناها تكون فيزيت ولا تكون باهية وتخلي عنده في حياته كل معناها غولاسيون باهية مع طبيب سنيه اللي تخليه يستحوذ على سنيه حتى وهو كبير. فهمت بديش يكلي كيما نشوفوهم توا برشا عباد يخافوا يخافوا معنا حدا كبير في العمر تلقاه يخاف علاش على خاطر اول مره معناته لو جايه اول مره يمشي مشي وقت اللي معناها مشاكل كبيره فهمت دونك ديما ماذا بينا تكون كونتاكت هذاك اللي يكون بارد باهي دافي بس تكون فما علاقه باهيه بين المريض من اللي هو صغير حتى كي يكبر مع طبيبه. فوالا نحكيو على الرضاعه الطبيعيه ينجم يقول لك من بين تقول لك الرضاعه الطبيعيه احنا حكينا على الحليب والبيبغون ينجم ياثر على السنين نتاعنا فما شكون يقول لك الرضاعه الطبيعيه ما تسببش تسوس الاسنان الصغار معناها حليب الام ما ينجمش يسبب تسوس الاسنان. هل هو معناها ماهوش هذايا معناها ماهوش حقيقي دكتور هل انه معناها زاده كيف كيف يقول لك بالرضاعه الطبيعيه باش يكتسب الصغير المناعه وتولي السنين نتاعو سي بون ما ينجمش يتاثر بال هذايا فسرت انا السوس بالعاني فسرت الفينومين كيفاش يتكون ممكن انا مانيش داخل في ديبا نتاع طبيعي وحليب مش طبيعي انا بعيد لكن ديما لكن ديما المكونات نتاعو سكريات تبقى دكتور دونك باش يأثر سكريات مادام لازم يجي به مش كيف سوا معناها الالمونتاسيون عندها دخل صحيح اي فهمت مش مشاكل كيف ما معناها رضاعة طبيعية فوالا هنا يا دكتور فما صغيرات لاحظوا اللي هما جينيرالمون تظهر عليهم العلامات السوداء اللي في السنين نتاعهم كيما انكت هذيك دكتور هي سوسة والا ينجم يقول لك باغ اكزومبل شربت ام دوي قبل معناها في فترة الكروسيس نتاعها هنا كيفاش المحدد هنا كي باش تتبدل السنين نتاعها باش تتنحى والا مش تقعد ديما في
فما تلون هذه تحكي لي انت يمكن كنت الكحل. فما برشا حاجات ساعه تلون يسبوا تلون. اي فما امراض نتاع تلون السنه في حد ذاتها السنه في حد ذاتها تخرج من لون. اذا كان مثلا الوالده وقت اللي هي حبله شربت انتيبيوتيك تراسيكلين فما شانس اللي السنين باش تتاثر تطلع ملونه تطلع طبيعي. هذيك حاجه اللي تحكي لي انت نشوفوا عند الصغار الكل هذيك تارتر يتلون. تارتر معناها كجير على السنين. كجير على السنين فهمت. هذاك يتنحى حبيب الاسنان اللي تارتراش يمشي معناها يتنحى اسنان. بيه دكتور فما parmi les questions اللي جاتنا على الباج اوفيسيال فيسبوك قالت لك انا ولدي طح على سنين سنيها اتكسرت ما هزتوش هي بالوقت للطبيب مشيت ركبت له السنه ما ركبت له السنه في عمر اللي هو عمره توا 9 سنين كي ركبته له عاودت طاحت السنه يعني معاوده التكسير هذيك عاودت رجعت كيما هي مي بار كونتر واللي هو كان حدا للطبيب اللي قالها بعد 18 سنه اون برينسيپ معناها باش تكون فيكس وستابل لكن اللي قلق اللي ولا ولدها اشك فوا يشرب شربه مي يحس في فمه الكل يوجع كي مشيت هزته تلقى عنده قيح في الغب نتاعو. هنا يا دكتور كيفاش تكون النصايح صغير طاح على سنيه تكسرت السنه اسكو معناها يخليها كيما هي والا لازم يمشي ديريكتومون للدكتور حتى باش يشوف الغب نتاعو. الشانس نتاع الدخما هذوما عند الصغار كبار برشا ديما يلعبوا ديما ردوا بالنا عليهم كي يلعبوا خاطر ديما الشوك باش يكون ديما على سنيه قدامي اللي تيح تك معناها يوجعوا برشا. اول حاجه تعملها ديريكت الساعه كان فما فراغمون تاع سنه كان سنه تكسرت فما فراغمون موجود نشوفوا فيه حطوه في كاس حليب ولا في سيروم فيزيولوجيك باش نستحفظوا عليه وديريكت نوزو صغيرنا نمشي لطبيب السنين نشوف شنو نعمل خاطر الترمام فماشي كان تكسير كهو نجم فما تصدع نتاع السنه نجم السنه تبدلت بلاصتها انتروزيون وقتها باش يقول لك سيروم تمبوريزي ونستناو. اما المهم تمشي بالوقت باش تكون عندك اكثر شانس باش تحافظ على باش تلقى الحل المناسب للسيتياسيون تاعك مش قلتي حكي في كيف على خاطر معناها هونيا. دونك دكتور النصايح للامهات والى الاباء اذا كان صغيرك طاح على سنيه ما تستهينش بالموضوع هذاك ديريكتومون كان فما الفراغمون كان فما الفراغمون تحب تستحفظ عليه تحط فيه كاس حليب في هونيك فاش يكون تعاملت مع الفراغمون باش ترجعوه معناها ينجم يرجع نحن والتكسيره ما نجم يرجع احنا والتكسيره هونية تولي ديما دكتور خير من اللي كونك بعد تعملوا معناها كل الصناعية ديما تمشي خير. هاني قلت لك الكا هو اللي يحكم خاطر كيما مش كل تيحة كيف كيف فما تيحة مثلا تتسبب في كسر وسط جذور السن. دونك معناها سولون التيحة. هونية دكتور شنو سبب كي تركب له السنة في العمر صغير تحس الكولوراسيون ماهيش هي تتبدل حتى كان صغير حافظ على السنة اللي عنده. هي مش حكاية تركيب حكيت كي سنة تبدا ميتة. كي تموت السنة تتبدل لونها. تولي كولوراسيون جنات هكا تمشي شويه في الليتروما نجم تموت السنه وتسيب شويه دم تزريق الابيض هذاك يتبدل تزريق تولي تزريق هذا في الليتروما كي تموت السنه مع غير حتى شيء حاجه اخرى معناها كوز اخرين بطبيعتها باش تتبدل مش كيما سنه حيه سنه ميته دونك تولي معناها اما ديما هاني قلت ديما في مشاكل اول ما عندنا مشكله تبدل من وصل تبدل هذه تعرف معناها تبدلت لونها معناها رانا سكتنا ورقدنا وقمنا تعطيو اشهر وتخلي اقرب ومعناها وما شفناش المشكله من الجذور نتاعها قبل ديما عندك اي مشكل تصير اي حاجه تلاحظها سببها ما تسكتش عليها كونسلتاسيون مع طبيبك ترجع لك من الكنام فمش علاش معناها علاش تقعد تفرج في مشكله تفرج فيها كل يوم لازم ولدك وانفو نحكي دكتور على بكري قبيله شويه حكينا احنا على البيبرون اللي هو ينجم يعمل السوسه في السنين هونيا نفس الكونسيبت بالنسبه للسوسيت ولا السوسيت نجم تعمل معناها مضاعفات اي مضاعفات اخرى تاع السنين مقدمه معناها الحقيقه ما عنديش فكره كبيره على شنو هي العادات يعني كيفاش في ماشي وقت معين ما عنديش فكره ديجا ما عنديش صغار معناها نستهلك المفرط اللي نعرف اللي فما دي باغا فونكسيون معناها دي باغا فونكسيون معناها تلقى صغير يمص في صبعه اكثر من اللازم شنو ينجم يصير السنين قدامين تطلع مش في بلايصها تطلع مع مقدمه فهمت فما الريسبيراتور بوكال فما الماستيكاسيون برشا حاجات فهمت هذا الكل نتجنبوه نجمو من زيارة طبيب أسناننا معناها سورتو توا فما اختصاصات ولا طب أسنان معناها الخاص بالأطفال نقولو خاطرها الخاص بالأطفال هذا اختصاص موجود فهمتني فوق اللي معناش أنا موجود
موجود البيدودونسيم تاع اللي لهي بالطب معناها الاسنان تاع الصغيره تخلي اقل مشاكل التحان وصوص خاطر فما مشاكل اخرى مشاكل مثلا تلقى الواحد فمه صغير ما عندوش سباس تاع سني فما حاجات اذا كان بالطبيعه عندنا الفيزيت ريغولير عند دونتيست نجمو نوقفوهم نخليو فما كرواسونس كيما تلزم فما ديزاباري يتحطوا عند الصغار باش يعملوا اكسبانسيون تاع الاركاد نتاعو اللي كان فيه مشكل اللي يخليه في عمر يقدم به العمر يتجنب دي تريتمون بلو لور كان يعمل لاباري لمده طويله فما حتى تصل عمليات اذا كان فما فم صغير اكثر من اللازم مع الماكسيلو مع تدخل معناها فيها برشا الاختصاصات هذا الكل نجموا نهربوا منه فهمتني من اللول دونك معناها هذه هي معناها الحاجه الاساسيه اللي هي لازم زياره الطبيب قبل كل شيء حتى ما عنده حتى شيء تفقد الصغير ما فيها بيس ما فيها بيس هانك تتفقدوا من اللول حتى انت تعرف شنو اللي لازم احنا مازلنا ماصين المشوار مع السيده مستمعين في موضوعنا لليوم مشاكل الاسنان عند صغيرات بدينها بالتسوس حكينا زيد على اللي تنجم تشوهات في الاسنان نتاعهم من ناحيه اذا كان خذوا ليسوسات والا الاستعمالات الخاطئه والا فيتلو على السنين نتاعهم قلنا فما اختصاص اللي لازم معناها تمشي تهزو اللي تباشر الطبيب المباشر هو اللي باش يفهم شنو عنده اكزاكتومون نرجع دكتور تنحكي واحنا على المضاعفات اللي تنجم تصير في من الحاجات هذوما الكل اللي تنجم تخوف الاولياء خاصه إذا كان ما تفقدوش من اللول سينو كيف عادة نخدمه بسبل الوقاية فيما يخص مشاكل الأسنان عند الأطفال مع دكتور هيثم البلايش طبيب أسنان عام خليكم مبغانشي على 93 مزنا مصير معنا في موضوعنا فيه لدكتور اليوم مع دكتور هيثم البلايش طبيب أسنان عام حكينا لكم على مشاكل الأطفال بصفة عام حكينا لكم على الحاجات اللي تنجم تمشي وتبادر ذهن الأولي في خصوص الأسنان اللبنية وضحنا لكم بعض الأمور من الأسئلة الشيعة وكيف كيف المفاهيم الخاطئة اللي حاولنا نصلحوا هيكم مرحبا بك من جديد دكتور مواصلين هو مفهميش دكتور حاجة خير من الوقاية اللي نحكيوا عليها احنا وكل لكن قبل ذي خلينا نحطوهم احنا الأولي في الإطار فما مضاعفات تنجم توصل اللي حكينا عليهم احنا معناها هذو ما حكينا عليهم خلينا نزيدوا ميساج نفيقهم شوية معناها ونوعيهم شوية في فوالا نحكيوا على العوامل الخطر اللي تنجم تصير في سنين صغير اللي نجم يستهين بها الولي لكن بعد هي اللي تتسبب له في مشكلة كبيرة في مشاكل كبيرة على مستوى صحة الأسنان نتاعو بداية نساعدك بشوية عنده معناها فوبي من لي دونتيست وخلي معناها نحكيوا على المشاكل اللي تنجم معناها تمس الفم نتاعو كيما مشاكل الكبار باش نقول لك حاجة بالنسبة للسوس ومضافيته عندك السوس ينجم يتسبب في ديزانفكسيون اذا كان يقعد نوتريتي يوصل حتى شي نص صحه العام تاع صغار تطلع سخانه وكذا وكذا وتولي مشاكل كبيره باش نجنبوهم ديما كما قلنا ملو بالنسبه للاتحاد نسكتوا عليه نجم نخسروا نخسروا ولادنا في السنين وهم اكبر كيف كيف في اول معناها اول ما تصير الشوك ديريكت نمشيو طبيب الاسنان كي نلاحظوا اللي فما عاده خايبه معناها عادة خايبة كما كنا نحكي وكذا مش في صبعه كاد يأكل في ضوافره كاد أذكر كله نمشيو لطبيبنا باش نحاولوا كيفاش نحيو ونشوفوا أصل كيفاش يقولها هي أصل المشكل أصل الداء نحيو أصل الداء باش نبعدوا على مشاكل الكل هذو ما معناها الحاجات اللي لازمنا نعملها الوقاية دكتور واللي هي في كل حاجة ديما الوقاية خير من العلاج أنا معنى اللي لخصته من ضمن الأولى الوقاية الصغيرة كونك تمشي تعمل له تشيك اب على سنيه من أول ما بدي طلع السنين متاعه ومن قبل لا تبدي حتى المشاكل حتى لو كان ما عنده حتى شهادية سبل الوقاية الأولى سينا قلنا معناها الليجين بيوكال متاعه لازم معناها تنظيف السنين مع البغسة دم ميساش خليك أنت الكلمة دكتور تعطينا أنت بقية النصايح وديما الوقاية خير من العلاج اللي بيت فايدة قلت وصيل السنين كما تفهمنا في المذكر نجم نذكر معناها صغر العمر من 6 شهور للعام يكون بالكمبريس من العام لثلاث سنين يكون بالبروس هذا أدابتي للصغير مرة في النهار أقل حاجة في الإيمان سينا مرتين بعد ثلاث سنين نخليه صغيرنا وحده نحن نبدأ معاه نقصد نحن سنين قدامه بيش يتبعنا بيش نخليه عنده العادة هذيك دونت فريس يكون أدابتي لعمره بعد 6 سنين يولي النجم نعمله عليه ديما معناها يغسل السنين واحد اخر بلا 3 سنين كاملين قاعد يترنى أيه. نجم نعمله عليه والنجم دونت فريس يكون يوصل معناها تاع العمر الدنتي نتاعو هذا بالنسبه لغسيل السنين ماكلته تكون منظمه بالرجله ما عندناش نقص في رجل نيتاج وكذا وعندنا زاد معناها الفيزيت نتاع الدونتيست اللي
تقينا من برشا مشاكل. والصوصة دي ما نمشي ونتفقدوها خاصة قبل توصى تتفاق ما استنيوش لين يبدل سنيه باش يمشي يتفقد الصوصة نتاعه وإلا المشاكل اللي عنده في سنيه. هكا معناه بسبل الوقاية نقول نكونوا كمان معك دكتور. ميرسي بوكو لك انت دكتور هيثم البليش طبيب أسنان عام. في موضوعنا لليوم اللي يعتبر موضوع مهم هو مشاكل الأسنان عند صغيرات امتى ما شاء الله نكون وضحنا لكم السيدة مستمعين فيما يخص الأمور هذه وصححنا لكم بعض المفاهيم الخاطئة اللي تنجم تبادر لذهنكم. ان غران ميرسي لليكيب كاملة اللي كانت على ذمتكم لليوم في سنتي 5.0 نوفل شرطان اللي كان معكم في الإخراج التقني للحصة سينو محمد سيف بولعريس اللي أمن لكم كوتي ديجيتال أنس الهمامي في تنسيق مكالماتكم الهاتفية وماري منصوري كوتي ميكرو. تقولكم إن شاء الله بعد بشوية يجيكم مسيور بن حميدة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية سينو سيام حمدي في ريكاب ميدي. وغدو نذكركم موضوعنا في زوم سنتي باش نحكي لكم على أهم المشاكل اللي تعاني منها المستشفيات في ولاية القيروان. ما نجمش نختم من غير ما نقدموا لي ديديكاس سارة ظاهري نقدموا لك تحية كبيرة تسمع فينا وبرانشي على 93 ويهديوا لك غني تعاليك عيوني خليكم برانشي تصحى على خير ناس كلها. عليك سلام يا ويني علي. على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمو على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية. تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا.